يا رب اغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدنا وأهلينا وجيرتنا وكلنا سيد للعفو مفتقر. وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفواك لا يبقي ولا يذب، والهم عن كل ما أبغيه أشغلني. وقد أتى خاضعا والقلب منكسر، أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر. يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر. وقض ديونا لها الأخلاق ضائقة، وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. وكن لطيفا بنا في كل نازلة، لطفا جميلا به الأهوال تنحسر. بالمصطفى المجتبى خير الأنام، ومن جلالة نزلت في مدحه السور، ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر. ثم الرضا عن أبي بكر خليفته، من قام من بعده للدين ينتصر. وعن أبي حفص الفاروق صاحبه، من قوله الفصل في أحكمه عمر. وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر، كذا علي مع ابنيه وأمهما.